أولا توصيفها ليس مساعدات عسكرية، هي أسلحة اشترتها مصر ورفعت أثمان غالية منذ عام 2014 وحتى الآن. يعني الشق المتعلق بالمساعدات، هناك من قام بالشراء يا سيد أشرف، وهناك من قدم له أو قدمت له المساعدات، أتحدث عن المنطقة العربية وعلى رأسها مصر. تفضل. المنطقة العربية عموما لديها مواقف حرج للغاية، وأعتقد الجميع الآن يتحسس موضوعه فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الأزمة، وربما الجميع يحتاج أن يكون لديه درجة كبيرة من الواقعية والعقلانية السياسية حتى لا يقع في المحظور، خاصة أن هذه الأزمة ستطول ولن يكون هناك حل قريب عدة أسابيع وما إلى ذلك. أنا في اعتقاد أن هذه الأزمة سوف تستمر بقرابة العام حتى لو تم اجتماع الفرقاء في بين من قبل الحكومة الأوكرانية ومن قبل أيضا القيادة الروسية في وارسو خلال الأيام القادمة كما تم اقتراح اليوم من قبل الرئيس الصيني. كل هذه الأمور واردة، لكن الأزمة ستظل قائمة ومتشابكة ومتدحرجة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، ولن يكون من السهل أن يكون هناك بالفعل وقف لهذا التطور في النزاع أو حالة الصدام سواء بين أوروبا وأمريكا من ناحية مع الجانب الروسي، لأن هناك بالفعل حرب تكسير عظام الآن، والجميع يريد أن يكون لديه موطئ قدم في تغيير قواعد اللعبة وتغيير قواعد النظام الدولي الجديد، وبالتالي هذا الأمر سيستشرف كثير من الأفاق في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد. نحن في العالم العربي لدينا كثير من الحساسية في التعاطي مع كل الأطراف، لدينا مصالح متشابكة، لدينا كثير من العلاقات المتوطدة أو العلاقات الجيدة مع كثير من عواصم الغرب وأمريكا وروسيا على السواء، وعلى بلد على سبيل المثال كمصر تقف على مسافة قريبة من كل الأطراف في علاقاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأعتقد هذا الأمر في دول الخليج وفي بقية الدول العربية في هذا الشأن. وبالتالي المسألة تحتاج ليكون لدينا درجة كبيرة من الوقوف بكثير من الحساسية وابتعاد عن شبح هذه الأزمة حتى تطل برأسها ويكون لديها ضربات ابتدائية أو انعكاسات سلبية في الشرق الأوسط وخاصة في العالم العربي. طيب. لكن في المقابل أيضا عليك أن تضع في الاعتبار أن هناك بالفعل خاصية جديدة في مصر وفي العالم العربي في الآونة الأخيرة، وهي تعدد شراء الأسلحة التنوع. من أكثر من مصدر وليس التنوع والتعدد وليس وضع البيض المصري أو العربي كله في السلة الأمريكية كما كان يحدث في 30 عاما الماضية. الوضع تغير وأصبح لدينا علاقات متشابكة وجيدة، وأعتقد تعدد السلاح من قبل دول الخليج ومصر في السنوات الماضية خير إشارة وخير مثال على أن هناك بالفعل رغبة في توسيع دائرة الحركة من قبل مصر والدول العربية بكثير من العواصم الغربية والعواصم الدولية لشراء الأسلحة واقتنائها، أو على الأقل إجراء مناورات عسكرية متعددة، ليس فقط أن يكون هناك بالفعل ارتهان لموقف دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الأوروبي. وجدنا عشرات المناورات العسكرية في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر بين مصر والدول الخليجية والجيوش العربية، مع روسيا من ناحية منفصلة، ثم مع الولايات المتحدة الأمريكية في النجم الساطع، ثم مع فرنسا، ثم مع بريطانيا، ثم أيضا مع دول أوروبية كإيطاليا. وبالتالي هذا الأمر هو الذي أعطى العالم العربي ومصر خاصية حرية الحركة فيما يتعلق على المستوى السياسي والمستوى العسكري أيضا بما فيها اقتناء وشراء الأسلحة، لأن الجميع يبحث عن الأجود والأكثر تقنية، وأيضا أن يستحوذ على كثير من مقومات القوة بأسلحة متطورة طبقا للجيل الخامس في هذا الشأن.